استاذ عماد، في بعض الناس بتقول انه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المستقيل ضحية اخفاقات عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية، وانه بسبب اخفاقاتهم دي هو الضحية. من ناحية بقى تصريحات او قرارات، زي مثلا او بلاش انا اقول بقى، حضرتك شايف مين اللي تسبب في ده؟ وانا ممكن اضيف، انا عارف انت كنت هتقول مين. مين كنت هتقول؟ وزير التعليم العالي اكيد، ووزير التعليم العادي، وربما وزير الثقافة. ثقافة الأثار. أثار هقول لحضرتك في السؤال ده تحديدا، احنا متفقين انه الحكومة المصرية معظمها مش وزراء سياسيين. فبالتالي انا وزير العدل، وزير العدل اكيد برضو نفس التصريحات. لو القدامى مصيفوش في شرم الشيخ، مين هيصيف في شرم؟ مين هيصيف في شرم؟ بدل شموخ. لا، ما طلع، لا بدل شموخ طلع فريه وكذب حقيقه فريق. يعني لا مش حقيقه، معلومه غير صحيحه. بس عندك مشكله على فكره، ان في وزراء بقالهم 3-4 شهور لسه متعينين. القصه تاني، هنرجع احنا عايزين نحسب الامر عشان لا نكلف الناس فوق طاقتها. هل احنا بنختار الوزراء على اي اساس؟ هل هو على اساس باعتباره تكنوقراط بيفهم في حتته بس، جاي زي بتاع وزير الماليه، الراجل بقول له اعمل لي ميزانيه كويسه او موازنه كويسه واظبط لي الايرادات قد النفقات، ولا انا بجيب وزير سياسي؟ لو بتكلم على وزير سياسي يبقى لازم نبص بره اللي احنا بنعمله. طب ما نتكلم على الحاجه، احنا طيب. محتاجين محتاج تبقى عندك الاثنين. اي وزير يفترض انه يكون فاهم في السياسه. صحيح. الطبيعي انه لازم يكون فاهم في صنعته. صنعته يعني وزير التعليم يفهم في التعليم، ويبقى عارف المناهج ايه، واللي ناقص الكراسي ايه، والتخت وكل الكلام ده. لكن في نفس الوقت لما تيجي قضيه ساذجه جدا زي قضيه الطالبه مريم، كان ممكن تتحل من مدير اداره اسيوط، الاداره التعليميه او الاداره، وتخلص. لما تبقى تتحول الى قضيه قوميه وتثار في كل الصحف الاجنبيه الكبرى، معناها انك انت منعدم الخبره السياسيه. مش هو بس والوزاره. لما يجي وزير التعليم العالي يقع في هذا الخطا، بغض النظر هو الراجل حسن النيه، معناها انه ما فيش سياسه. وبالتالي هل احنا عندنا واخدين قرار ان احنا نخلي الوزراء اللي جايين بيفهموا في السياسه؟ ده هيكلفني في ناحيه تانية، يبقى عنده مزيد من الاستقلاليه، انه جاي من حزب، احنا ما عندناش وزراء جاي من حزب. هل حاليا الحكومه اللي استقلت؟ طبعا. لا، في لا وزراء جايين من حزب، يعني ان هو جاي لانه عنده حزب كبير قوي. مفهوم. فبالتالي حزبه ده بياخد كوته 3 أو 4 مقاعد. لا، دول جايين لانه رئيس الجمهوريه كلف رئيس الوزراء يختار وزراء. طب وزير الصناعه يستمر ولا لا؟ وزير الصناعه يعني. الكلام في حملات صحفيه كتيره في صحف كانت تدي اشاره ان هو ربما مستهدف. وزير السياحه، وزير السياحة أغلب الظن طبقا لمعلوماتي اللي يعني معلوماتي غير المؤكدة أنه مش هيستمر. وزير السياحة على فكرة يعني معلوماتي أنه المهندس إبراهيم محلب بعد اختياره ب3-4 أيام حس أنه أخطأ في القرار. الحاجة الثانية بس، طب السؤال بقى، لو حضرتك شايف أنه يعني دي المعلومات اللي موجودة، ليه بيستمر؟ ما دي السؤال الغريب. يعني كنت دائما أنا مرة كتبت عن الحكاية دي أنه ما ينفعش. معلش أنا عايز أسأل السؤال كمان من أوله، يعني ايه رئيس يعني مجلس الوزراء اخطا في احدى اختياراته؟ يعني ما ينفع. لا وارد وارد بس ما تسيبش الخطا بالضبط. يعني لانه يعني كنت بتكلم مع حد مثلا قريب، فبيقول له ما احنا هنسيبهم لغايه بعد الانتخابات. ده انت ما عندكش الطرف انك تسيب وزير ما ينفعش 3 أشهر. يعني ده انت يعني ولا حتى يوم هتسيبه 3 أشهر. يعني المساله انك انت زي ما بيقولوا تصلح العربيه وماشي، ما توقفهاش عشان تصلحها. صحيح. فانت الوزراء اللي كان هناك عدد من الوزراء يقينا كان رئيس الدوله ورئيس الحكومه غير راضين عنهم. تمام. ليه مسايبينهم؟ علشان كانت النيه على فكره متجهه الى ان هم يستمروا الى بعد الانتخابات. فيبدو ان جت حكايه بقى خلاص بعد الانتخابات البرلمان لها شكل. يعني جت حكايه. طيب عندي سؤال ملح قبل ما ننتقل لرؤيه حضراتكم لعهد وزير او رئيس الوزراء الجديد المهندس شريف اسماعيل.